السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم قوله تعالى: ويستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر ففجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأن الله سبحانه وتعالى بسط على بني إسرائيل النعمة وأجرى لهم الماء، وكان الماء معهم يحملونه في حجر، وهذا من أعظم الآيات هذا الحجر. وتقدم أنه هل هو حجر معهود أو أي حجر، هل اللام في الحجر هي للحجر المعهود الذي كان معهم، أو أنه يضرب أي حجر فيخرج منه الماء ويكون يتفجر منه اثنتا عشرة عينا. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له مثل هذه الآية وأعظم، ولهذا قال العلماء: ما حصلت معجزة أو آية لنبي من الأنبياء إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم من جنس وما هو أعظم، خلا ما خص به عليه الصلاة والسلام من هذه الآية الباقية العظيمة وهي القرآن العظيم. ولهذا فإن الماء نبع من بين أصابع عليه الصلاة والسلام، لكن اختلف هل نبع خرج الماء من نفس الأصابع من عروق يديه عليه الصلاة والسلام، هذا قاله بعض العلم. تقدمت إشارة إلى أنه في رواية عند الطبراني وأن الماء ينبع من أصابعه، وظاهر الروايات أن الله طرح البركة في الماء وجعل يكثر هذا الماء حتى كان يروي الجيش العظيم وهو يكون في مقدار إناء صغير لا يروي الواحد، بل لو أراد أن يتوضأ به قد لا يكفيه لوضوئه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلم على الماء، هلم وعلى الماء. وقال: البركة من الله، البركة من الله. وقال: أحسنوا الملأ، لما رآهم ازدحموا حتى ينال من هذا الماء الذي نالته أصابعه عليه الصلاة والسلام. ثم بين أنه سبحانه وتعالى باح لهم الأكل والشرب فهم في رغد وعيش هني، لكنهم بطروا هذه النعمة فلم يشكروها. ولهذا قال سبحانه: قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما شاءتم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. اهبطوا مصر، أي مصر؟ المقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر عنهم في قوله سبحانه: قلتم يا موسى، كما تقدم في أنهم آذوا موسى عليه الصلاة والسلام وأساءوا الأدب معه وكانوا يخاطبونه على غير ما يقتضيه الإجلال والاحترام لمقامه عليه الصلاة والسلام، مقام النبوة والرسالة. يا موسى ادع لنا ربك، حتى هذه الإساءة العظيمة، ادع لنا ربك، لم يقول ادع ربنا، ادع إلهنا، ادع خالقنا رازقنا، يعني يتوسلون إليه سبحانه وتعالى. وليس الاستنكار في أنهم طلبوا من موسى الدعاء عليه الصلاة والسلام، فطلبوا الدعاء لا بأس، خاصة في باب الاستسقاء. فالصحابة رضي الله عنهم جاء ذلك الرجل واستسقى وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى فدعا، في القصة المعروفة في الصحيحين من حديث أنس: حتى جرى وادي قناة شهرا كاملا، ادع لنا ربك، لما قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد ادع لنا ربك يخرج، يخرج هذا جواب الطلب، ادعو يخرج. ولهذا كان يخرج لنا مما تنبت الأرض، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، الآية. ولهذا قالوا: لن نصبر على طعام واحد، قلتم يا موسى لن نصبر. وهذا من العجائب والغرائب، لن نصبر على، يعني يقول لن نصبر على هذا الرغد وعلى هذا العيش الهني وعلى هذه السعة، وهذا من العجائب. يعني الإنسان في العادة أنه حين يكون الرغد ويكون السعة في العيش ربما
يكون منه خلاف ذلك، لكن كونه مع ذلك يقولون أنهم لن يصبروا، فهم جمعوا بين البطر وكفر النعمة وعدم الصبر. حتى هذه النعمة التي هي فيها من الرغد والسعة، رغدا حيث شئتم يأكلون من هذه النعمة، المن والسلوى، على الخلاف في المن هل هو طعام واحد وهو نوع من العسل أو الرب الذي ينزل على الأشجار فيأكلونه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن ونحو ذلك، أو كما جاء في أوصافه مذاق طيب ومفيد، وربما زجوه مع الماء فكان شرابا، وربما خلطوه مع طعام آخر فكان طعاما مركبا، ومع ذلك يقول لن نصبر، لن نصبر على هذا العيش وعلى هذه اللذات وهذه المطاعم. هذا نوع أعظم من البطر. الإنسان قد يقال مثلا أنه لا يصبر على الشدة، على قلة العيش، ما يصاب به من المصائب يمكن يحصل له عدم صبر، لكن أنهم يقول لن نصبر على طعم واحد، لن نصبر على هذا العيش، نريد غيره، وهم مع ذلك جمعوا بين الجزع وعدم الصبر على هذا الرغد والعيش الهني مع كفر النعمة والعياذ بالله. هذه يعني من خصالهم السيئة التي طبعوا عليها والعياذ بالله، لن نصبر على طعام واحد، مع أنه ليس طعاما واحدا يعني من جهة أجزائه، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم جعلوا طعاما واحدا، جعلوا طعاما، مع أنه قال في نفس الذي ذكر سبحانه وتعالى لما أنزل وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا قيل إن المن كل ما من الله عليهم وهم في التيه كان أطعمة، لكن مع ذلك يقولون طعام واحد، يقول هذا الطعام مهما يعني كانت ألوانه ومهما كانت أصنافه طعام واحد، لأنه يتكرر علينا فمللناه فلا نريده. وهذا من أعظم البطر، مع عدم الصبر يعني نفوا الصبر في حال الرخاء. والإنسان في حال الرخاء ربما يحصل منه نوع من عدم الشكر مثلا، لكن يجمعون بين عدم الشكر والجزع والهلع، هذه مصيبة وبلية. لن نصبر على طعام، لن نصبر على الرغد، لن نصبر عيش، هذه من العجائب والغرائب من بني إسرائيل، لن نصبر على طعام واحد. فادعوا لنا ربك. ثم أيضا هذه الإساءة الأخرى، هم يعني لم يسعوا إلى أن يسألوا وأن يطلبوا الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يشكروا نعمة الله عليه، بل ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. هم قوم كما قال الحسن أنتان، قوم أنتان يريدون البصل والثوم والكراث ونحو ذلك، ويتركون الطعام الذي ويريدون الطعام الدني، لأنهم فيهم دناءة، فيهم سفالة، فناسب سؤالهم دناءتهم وسفالتهم وغلب طبعهم عليهم. فادعوا يخرج لنا مما تنبت الأرض، هو ينزل عليهم من العلو، ينزل عليهم من السماء هنيئا لم يمسه أحد ولم يكن هناك أي سبب، لكنهم قالوا لا، لا نريده، نريده من السفل، لأنهم قوم سفلوا. ومن سفلتهم أنهم اختاروا هذه الأطعمة، وإن كانت حلال لكنها بالنسبة لما أنزل الله وأعطاهم الله ومن الله عليهم طعام دنيء. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل كل ما ينبت في الأرض وينفرش على الأرض مما ليس له ساق، مثل الكراث ومثل أنواع البقول التي تنبت نحو ذلك، والتي جميع أنواع الخضروات، هذه الأشياء التي تكون تنفرش على الأرض وليس لها ساق، إنما تؤخذ
إما أنها تقطع أو تحصد ونحو ذلك، بقلها، البقوليات، وقثائها. القثاء هو نوع أيضا من هذه الأنواع، ويسمى في بعض البلاد نوع من الخيار، هو يشبه الخيار، ويسمى في بعض البلاد الطروح، يسمونه الطروح، وهو يميل إلى البياض، يميل إلى البياض من بقلها وقثائها وفومها. الفوم اختلفوا فيه، قيل هو الثوم بمناسبة ذكر البصل، وقالوا إن هذه الحروف تتعاقب، فوم وثوم، فوم وثوم. هذا يقع في اللغة العربية، أن بعض الحروف تتعاقب ويكون معناها واحد. وقيل الفوم هي الحنطة، وقيل الحبوب كلها. المقصود أنه من جنس هذه الحبوب، لكن أقرب والله أعلم، لأنه قرنه مع هذه الأشياء وخصوصا البصل، أن يكون المراد الثوم وفومها وعدسها العدس المعروف وبصلها. قال: أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ الباء تدخل على الثمن، اشتريت بدرهم، فجعلوا هذا الطعام الطيب الذي يأتيهم وينزل عليه من السماء المن والسلوى، جعلوه ثمنا واستبدلوا به هذا الطعام. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهو المن والسلوى؟ ولهذا قال عليه الصلاة لهم، يقول: اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا، هنا منون عند جميع القراء، مصرا، وعلى هذا يكون مصروفا. ومصر في القرآن ذكرت مرات، اهبطوا مصر وجاء بكم من وهذه تجري من تحتي، في عدة آيات ذكرت مصر، جاءت مصر ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف، في جميع الآيات جاءت فيها ممنوعة من الصرف، وإلا في هذا الموضع فإنها مصروفة، فإنها منولة، يعني هو يسميه بعض العلماء العربية الإجراء، يقول أجريت، يعني أنها صرفت. وعلى هذا لا، إذا كانت مصروفة لا تكون علما على بلد معين، لا تكون علم على مصر البلد المعروف، فتكون مصروفا. ومعنى اهبطوا أي مصر من الأمصار، اهبطوا مصرا، لأن مصر إذا كانت علما فهي ممنوعة من الصرف، إما للعلمية والعجمة، أو للعلمية والتأنيث، أو لها كلها. مع أن الاسم الأعجم إذا كان ساكن الوسط فيه خلاف، منهم من يصرفه، إنا أرسلنا نوحا هودا، كلها مصروفة، بخلاف ما إذا كان مفتوح الوسط فإنه لثقله يمنع من الصرف. واختلف في بعض الأسماء مثل هند وداعد، ومنهم من يصرفها ومنهم من لا يصرفها. فلهذا قالوا إن قوله اهبطوا مصرا أي مصر من الأمصار، أي بلد، مع أن هذا في الحقيقة قوله اهبطوا مصرا نوع تعجيز لهم، لأنهم كيف يهبطون أي مصر؟ أليسوا في التيه؟ أليسوا في التيه؟ هل يستطيعون أن يهبطوا مصرا؟ لا يستطيعون، لأنهم كما قال سبحانه وتعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فلهذا يعني كأنه قال لهم: استطعتم اهبطوا أي مصر؟ فالشاهد أنه قال لهم إن هذه التي تطلبونها وهذا الطعام وهذه البقول تطلبون موجودة في أي بلد، لكن نزع القوم إلى عكرهم كما يقول حسن، كانوا قوما أنتانا فطلبوا مثل هذا: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لكن هذا كما قال سبحانه:
فإن لكم ما سألتم، يعني من هذا الشيء. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضرب الشيء هو الطبو عليه ولزومه، مثل ضرب الدرهم والدينار. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة مضروبة عليه، ولهذا لا تراهم إلا أذلة، وإن أظهروا شيئا من القوة فإنهم أذلة. مضروبة عليهم الذلة، الذلة باطنا والمسكنة ظاهرا، ظاهرهم الفقر والمسكنة، وإن كانوا من أكثر الناس أموالا فإنهم من أشد الناس فقرا، فقر القلوب، فقر النفوس، فقر في كل شيء. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب من الله، فهم الأمة الغضبية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، ذلك بأنهم لماذا؟ يكفرون بآيات الله، يجحدونها، يكفرون بآيات الله الشرعية ويكفرون بآيات الله الكونية. كم كفروا وكم جحدوا الآيات، تلو الآيات، أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه، وأغرق فرعون وقومه، أمسك البحر لهم، وكان كل فرق كالطود العظيم، وكانوا أين نزلوا وأين كانوا معهم الماء، يضرب موسى بعصا الحجر، هذه العصا المباركة التي ابتلعت حيات السحرة والتي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والتي يضرب بها الحجر فينبع منه 12 عينا، عصا مباركة هذه العصا، وصار فيها آيات عظيمة ومعجزات باهرة يرونها ويشاهدونها مما تقر بها أعينهم، لكن لا قرار لهم، لا قرت أعينهم، ولهذا هم يرون الآيات تلو الآيات. رأوا فرعون يهلك وقومه هلكا، ورمى به البحر، ورأوه على شيف البحر كما قال بعض المفسرين مرميا عليه كالثور الأحمر، رأوه هالكا، كانوا في أولهم لا يصدقون، حتى سألوا حتى نراه من شدة هلعهم وجزعهم، والآية أمامهم يرون، ومع ذلك يمارون في هذا. وهذه الآية العظيمة كما تقدم، أين نزل الطعام والماء، الغمام يظلهم، وظللنا عليكم الغمام، السحاب الأبيض البارد الطيب يظلهم من حر الشمس، وفي النهار ينير لهم القمر أو عمود من نور. كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله الكونية وآياته والمعجزات والكرامات هذه العظيمة التي يشاهدونها ويرونها، وكفروا بآيات الله الشرعية، جحدوا. وهذا خطاب للقوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم نسل القوم، إذا كان سلفهم هذا حالهم فما حال الخلف؟ أشد وأقبح. إذا كان هذا حال السلف فما حال الخلف؟ لكن خلاف هذه الأمة قدوتها سلفها، أئمتها سلفها، هم أئمتها، لكن أولئك سلفهم على هذه الحال، فما حال الخلف؟ لا شك أنه أقبح وأشنع. ولهذا كانوا على كيد ومكر ونقض للعهود، فجحدوا بالآيات الشرعية، فلم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون نبوته، يعلمون رسالته، يقرؤون في كتبهم ذلك، عندهم الآيات الشرعية والآيات الكونية، يكفرون بآيات الله. وأعظم من ذلك والعياذ بالله أنهم يقتلون النبيين بغير الحق. وفي آل عمران الأنبياء بغير حق، وهنا النبيين بغير الحق، والعياذ بالله. جرأة، وهم فيهم أنبياء كثيرون، وقالوا
وثبت في بعض الآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقتلون أنبياءهم في أول النهار معاداة وتكذيبا لهم، ويقيمون سوق بقلهم في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئا والعياذ بالله. يقتلونهم أول النهار ويقيمون سوق بقلهم وبيعهم من آخر النهار، ما كأنهم عملوا شيء ولا صنعوا شيء، ويقتلون الأنبياء بغير حق. لكن في قوله بغير الحق هذا ليس، هذا الوصف ليس قيدا، إنما هو وصف كاشف، وصف كاشف، لأن قتل الأنبياء لا يكون إلا بظلم واعتداء، فهو وصف كاشف ووصف للواقع وذكر لحالهم. ويقتل أنبياء بغير حق، ذلك يعني هذا الذي فعلوه بما عصوا، وما هنا مصدرية أي بعصيانهم، أي بعصيانهم، وهذا يبين خطر المعاصي وأن المعاصي تسوق إلى المعاصي بعصيانهم وموالاتهم ومكابرتهم بما عصوا. والعصيان هو إتيان الذنوب والمعاصي بجميع أنواعها. وكانوا يعتدون أي بعدوانهم، والعصيان هو اقتراف المحرم، والاعتداء هو مجاوزة الحد المشروع، لأنهم لم يلتزموا في باب المحرمات ينتهكونها، وما أوجب الله عليهم سبحانه وتعالى لا يمتثلونه، بل إما أن يتركوه وإما أن لا يأتوا به على وجهه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفيه كما تقدم ما هم عليه من الجزع والهلع، على خلاف هذه الأمة المفضلة. الصحابة رضي الله عنهم وقع لهم من الشدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفارهم معه، ولم يشكوا رضي الله عنهم ولم يسألوه شيئا، بل كانوا رضي الله عنهم يتأسون لما يرونه من الشدة التي ربما عرضت له من الجوع في المدينة وخارج المدينة، ما طلبوه وما سألوه عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هم لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لكنهم بطروا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه هي حال من كفر وبطر بالنعمة، ولهذا آل بهم الحال إلى أعظم الكفر وأعظم الضلال، حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال. ولهذا قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد.